المجلس الثالثة، أهلا بكم. قدم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الثلاثاء إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان له أن عبد المهدي قدم إيجازا أطلع فيه أعضاء المجلس على نتائج التحقيقات حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والأعتدة في عدد من المناطق وما تبعها من إجراءات والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة. في الميدان أصدرت العمليات المشتركة بيانا أعلنت فيه نتائج المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر بعد اكتمالها. وذكر البيان أن العمليات شملت تفتيش مناطق شمال الخط السريع، حيث تمكنت القطعات المشتركة من قتل عدد من الإرهابيين واعتقال آخرين وتدمير 6 أنفاق و25 وكرا والعثور على أعتدة ومواد جاهزة للتفجير. قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن القوات الأمنية لديها تنسيق عال مع قطعات الحشد الشعبي خلال العمليات الأخيرة. وأشار العميد رسول خلال استضافته في برنامج الحصيلة الذي يعرض على شاشة الديار الفضائية إلى أن قوات الحشد تعتبر سندا قويا لقطعات الجيش. هذا وتواصل قيادة فرقة المشاة السابعة تنفيذ الحملات الأمنية بعد انتهاء عمليات إرادة النصر الرابعة في الصحراء الغربية وصولا إلى وادي حوران بمشاركة طيران الجيش والحشد العشائري. وتمكنت الفرقة من تدمير عدد من أوكار الإرهاب وقتل وأسر عدد منهم. ويأتي هذا الجهد الأمني لغرض تفويت الفرصة على الإرهاب ومنع تسلله إلى داخل المدن والقضاء عليه بالكامل. حقيقة نحن الآن في منطقة وادي حوران، تحديدا يعني في منطقة تقاطع سدة الحسينيات، هي هذه في منتصف وادي حوران. المنطقة الآن اللي هي موجودة تبعد 150 كيلومتر عن منطقة حديثة وتبعد 50 كيلومتر عن منطقة 160. قطعاتنا حاليا في مرحلة التنفيذ عملية إرادة النصر الرابعة. لحد الآن يعني عشرات الأوكار القديمة للعناصر الإرهابية تم تدميرها، وكذلك قتل 3 من العناصر الإرهابية واعتقال 4. العملية مستمرة. مباشرة الفرقة السابعة والقطاعات الملحقة بها بالمرحلة الرابعة بإرادة النصر. الحمد لله الفرقة باشرت بثلاث محاور، المحاور الثلاثة انطلقت الآن باتجاه أهدافها. احنا بمحاذاة وادي حوران شرقا وغربا، إضافة إلى المحور الشرقي راح يكون بمحاذاة ينطلق من كبيسة باتجاه الحسينيات.
لغرض الارتقاء بمستوى التدريب ورفع القدرة القتالية للمنتسبين، نفذت أمرية تموين ونقل الفرقة المدرعة التاسعة تمرين الفتح المبين حول كيفية تنقل وانفتاح سرية تموين ونقل لواء المدرع 35 وتقديم الإسناد الإداري للقطاعات العسكرية أثناء المعارك. نعم، من سلسلة التدريبات اللي تقوم بها القيادة الفرقة المدراء التاسعة، اليوم حضرنا تمرين تنقل وانفتاح سرية تموين نقل في المنطقة الإدارية لسرية تموين نقل 35 أمرية تموين نقل الفرقة المدراء التاسعة. الغاية من هذا التمرين هو الرجوع إلى السياقات الصحيحة وتعليم مقاتلينا على كيفية العمل في أثناء المعارك أو أثناء أي واجب يكلفهم فيه، كيفية الانفتاح ضمن المناطق الإدارية. اليوم تم تنفيذ تمرين تنقل وانفتاح سرية تموين نقل في المنطقة الإدارية الأمامية اللواء من قبل سرية تموين نقل 35 آمريتنا. طبعا الغاية من هذه التمارين، إجراء هذه التمارين، هو تهيئة الوحدات وتهيئة المراتب والضباط والمراتب على القيام بواجباتهم بصورة صحيحة وجيدة لتقديم أفضل إسناد للقطاعات المقاتلة أثناء المعارك. بالتمرين خلال التمرين كانت أكو عدة دروس مستنبطة من هذا التمرين. كركوك التي ما زالت تعاني من مشكلات سياسية وأمنية تبحث اليوم عن دعم اتحادي، خصوصا في ملف المغيبين والنازحين، حيث دعا محافظ كركوك ركان الجبوري إلى إرسال تعزيزات عسكرية لحماية الحدود الإدارية للمدينة لإفشال أي مخططات إرهابية محتملة. إن الموضوع المهم الثاني هو القرى المهدمة والتي هدمت وجرفت بالكامل بأوامر من القيادات السياسية التي أضاعت بهذه الأفعال تضحيات قوات البيشمركة، التي نقدر ونثمن تضحياتها في الدفاع عن كركوك. إن تنظيم داعش الإرهابي لم يصل لهذه القرى والتي يبلغ عددها 135 قرية، بالإضافة إلى ناحية المرتقى الذي حصل عليها تجريف كامل ونهب جميع محتوياتها، تسبب لنا كإدارة مشاكل كبيرة، فأعداد النازحين الكبيرة تثقل الجهد الخدمي لمركز المحافظة. إلى ذلك أكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي على عدم سماح جميع القوى الوطنية المخلصة للأصوات النشاز في العودة بمحافظة كركوك إلى مربع العنف والصراع المكونات، وطلب الكعبي بضرورة تعزيز القدرات الأمنية والاستخبارية والجوية وإعادة توزيع الضباط والمنتسبين داخل المدن والقرى المستهدفة من داعش، سيما في محافظة كركوك، للحد من الهجمات التي تستهدف أبناء تلك المناطق. في البصرة، حيث أعلن محافظها أسعد العيداني السماح بدخول المركبات لمطار البصرة اعتبارا من يوم غد الخميس، وأشار المحافظ لأهمية أن يعيش المواطن البصري الحياة الطبيعية داخل المدينة في ظل استتباب الأمن في المحافظة. إن شاء الله يوم الخميس أيضا ينفتح مطار البصرة، هذه الفترة اللي ممكن طولت كان بطلب من المطار. عندنا اجتماع باشر مع القيادات الأمنية والقائمين على أمن المطار وإدارة المطار أنه يوم الخميس ينفتح مطار البصرة. عليهم أن يوفرون الأمن المنافذ الحدودية، وعلى المواطن أن يعيش حياته الطبيعية في بلده. ما معقول أنه الكل بهذا الصيف مثلا أغلب العراقيين سافروا وأهالي البصرة، ونشوف أنه باستطاعتك أن تصل إلى أي مطار وتتحسر أنه توصل إلى قاعة المسافرين في مطار بلدك وفي مدينتك. في الشأن العربي وتحديدا من الملف السوري، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه حدد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إجراءات إضافية للقضاء على الإرهاب في مدينة إدلب، كما أكد رئيسان أن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية لحل الأزمة السورية. ننطلق من أن إنشاء منطقة آمنة بالنسبة للجمهورية التركية على حدودها الجنوبية سيكون شرطا جيدا لتأمين وحدة أراضي سوريا، وبهذا المعنى فإننا ندعم أي شروط تهدف لخفض التوتر في تلك المنطقة. بحثت مع الرئيس بوتين الوضع في سوريا وبخاصة منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفيما يتعلق باتفاقة سوتشي الموقعة في سبتمبر الماضي استطعنا أن نحقق الاستقرار النسبي، لكن للأسف منذ مايو الماضي قام الجيش السوري بقصف مواقع للمدنيين هناك وانتهك الاستقرار، وهذا يصعب علينا تنفيذ التفاهمات.
وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية التابعة لرئيس عبد الرب المنصور هادي السيطرة على مدينة زنجبار. يأتي ذلك بعدما أقر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بهزيمة المجلس في شبوة متعهدا بإعادة بناء قوات النخبة وبالنصر. إقليميا، دعا مشرعون في البرلمان الإيراني أوروبا إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي دون شروط. يأتي هذا تزامنا مع جدل في طهران بشأن المقترحات الفرنسية الرامية لإنقاذ الاتفاق. لا أعتقد أن إيران ستقبل بحزمة المقترحات الفرنسية لأنها لا تلبي طموحاتها في الاتفاق النووي، وهي برأيي مخدر مؤقت لإجراءات واشنطن ضد طهران ولا تمثل حلا دائما. أخيرا، أفادت صحيفة أمريكية بموافقة البنتاغون على بناء 32 كيلومترا من الحواجز الإضافية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويعد بناء الحواجز الحديدية والجدار على الحدود مع المكسيك من أهم الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أغلقت العديد من المؤسسات الفيدرالية الأمريكية في بداية العام الجاري لمدة أكثر من شهر بسبب الخلافات. ختام الموجز، أحبتي نذكركم بمطالعة أخبارنا على الفيسبوك وإنستغرام وتويتر. شكرا لكم وإلى اللقاء.